السلام عليكم، حياكم الله. اليوم راح ألعب تحدي رقم 14. هذا التحدي إذا خلصت من راح أفتح ايتم جديد، واللي هو اسمه SMB سوبر فان أتوقع. هذا الايتم راح يعطيني اول ستات اب. انتبه. اوكي، هذا أتوقع الدب القنابل. مفاتيح. وهذه الليارة ممتازة. ما ادري هل بستعملها بعدين ولا لا. ان شاء الله هذا يعطيني ايتم ابرة. للاسف. طيب سترينجث هذا سن افضل. طبعا التحديات كلها اتوقع ما يكون فيها ايتم روم، يعني الاعتماد الكلي على الشوب والبوس والديفل. عن لازم اهزم الوالدة عشان اخلص من التحدي، فهذا يعتبر التحدي سهل صراحة. صراحة راح افعل ليرا هنا وراح اتخلى عن ذا صن. كان عندي 2D6 عشان افعلها على ممكن اروح الديفل. اوكي خلينا نحارب البوس. الله ما بقى شيء يموت. خلاص وقف وقف اخيرا. اوكي جاني سبيد ورينج. احتاج يا اخي تيرز ودمج. يا الله ذا كريه، خصوصا لما ما يكون عندك ولا ايتم، يعني لا دمج ولا تيرز. لازم ما اخذ ولا دمج يا اخي، لازم ادخل الدفل على طول. اخذ دمج على طول من اتكلم، انا اخذ دمج دائما. اعطاني ايتم بس ما له فايده، بس يمدينا غيره. لكن خله حاليا خله. ودي ادخل الدفل قبل، اذا عاد طلعت لي، اذا ما طلعت لي برجع واغيره. حلو سول هارت. يمديني صدق افجر هذول، يمكن يعطون بعد زياده. حلو. طيب ما دام انا عندي اكثر من سول هارت الحين، بفعل هذه البطاقه واتبرع. على طول، حتى من اول تبرع يا اخي حرام. طيب انا ما ادري كم، انا عندي ما ادري كم صراحه، كم عندي قلوب، فراح افعلها بس خلاص بوقف. بفجر هذا اكيد عشان ارفع النسبة. الحين انا اخذت قلب فاقدر افعلها مرتين. حلو. اوه كايوس. اذا راح اخذ كايوس الدبل ما لها فايدة راح تصير. راح اخذها، راح اسحب على الدبل. ك
اوكي بوس سهل. ان شاء الله تطلع لي الدبل عاد. خلاص موت. اوكي هذا حلو الايتم. راح اشوف وش في الايتم اللي داخل. اوكي صدق هذا ممتاز، ايتم دفاعي. راح اخذ هذا بس. يا الله نسيت الايتم اللي طلع لي. الاكتف ايتم ما غيرته. حرام. الله وخدم ايش بعد. اوكي هذا الاتم راح يعطيني دمج لكن اتوقع يشيل كل قلوبي الظهر الحمراء او اني اخلي قلب واحد. خلينا نشوف. اوكي شال كل قلوبي الحمراء لكن اعطاني دمج خرافي. او يعطيهم بعد يا الله. اوكي الحمد لله حماني ذا. يعطيهم فير افكت. اوكي ذا جوكر. اوكي خله حاليا او لا خلي ارجع اخذ دي 6 لانه ممكن تطلع لي يعني الدبل. بس قبل لازم ودي ادمر دميه. اشتري هذا ان شاء الله يعطيني فلوس هنا. ودي اشتري السولارت. اوكي هنا في 5 كوينز ما انتبهت لها. اوكي هذا البوس راح يعطيني يا ميت بوي، قصدي ميت اوف كيوب او بول اوف باندج، فممكن اغيره. لكن تعال الصراحه يمكن يتغير لان عندي ايتم كايوس، ممكن انه يكون غير ايتم غير يعني ما يكون ميت بوي. خل نشوف. يا الله يا الله غبي انا. اوكي ما تغير ولا جاتني الدبل. افعل الجوكر حاليا. اوكي هذا الايتم كلش ما يسوى. غيره ولا ذا ميسو على 3 قلوب. هذا راح اغير اكيد. اوكي يا الله كريهة الغرفة دي، كريهة حيل. الحمد لله خلاص بطلع بطلع. يا الله مرة ثانية. يا الله قاعد اخذ دمج كثير.
مستحيل افتح الصندوق هذا. ايه خلنا ننتقل للشوب. حلو، ايتم عليه خصم ودمج واتش بي. ما عندي قنابل، ما اقدر افجر الدمية. اوكي جاتني قنبلة. واخيرا حصلنا البوس. يا الله قاعد اخذ دمج غبي مو طبيعي. ايتم ذبانة. ايه انت دروك حلو. اخي تمنيت سول هارت يا اخي، تعطيني صندوق. يا اخي ما ادري ليش انا مستعجل. يا الله الليفل وسترينث. يا الله زين عطوني سولار. حلو شلت ما تبي الطبيعيه برمستون، وهذا بعد ممتاز بس ما عندي فلوس. بتخلى عن صراحه، احتاج انا قلوب حاليا، كلش ما عندي قلوب. حلو قلوب. اوكي حاليا وضعنا في السليم، ايزي بيزي. حلو بعد سول هارت زيادة. اوكي هذا ايتم اذا اخذ دمج راح ترسبن مثل قطع اللحم حواليني وراح يحميني من التيرز يعني. ما في شيء يسوى هنا الصراحة أخسر قلب. ممكن ليزر، راح أخذ ليزر. راح أسحب على سترينكث، وأحس إن ماجيشن أفضل، راح يعطيني هومينج أكيد أفضل.
انتبه. هل في دونيشن ماشين في التحديات؟ ما اذكر والله انا هل في ولا ما في، بس ما اتوقع. مستحيل مستحيل. اوكي خلينا نفجر دم، يمكن فيها فلوس. اي والله فيها، ممتاز. اقدر اشتري سول هارت ان شاء الله البواس من هذه الجهه ونخلص من التحدي على السريع. لا بالغلط. يا الله الحمد لله، الحمد لله رسبا قنبلة. اوكي وصلنا اخيرا للبوس. هذا اخر فلور صح؟ هي اخر فلور. التحدي هذا سهل صراحة، كل التحديات اللي لازم تهزم الوالدة بس سهلة حيل. يلا اخذ ضربة، خلصنا التحدي ايزي. طلعنا ايتم سوبر فان، اس ام بي سوبر فان اسمه اتوقع. اوكي وبكذا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى ان ينال على اعجابكم. شكرا على المشاهدة، يلا فامان الله.